جدا اليوم بترأس حفل التخرج الفوج الثاني ديال المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، اللي هما خريجين ديال الإجازة المهنية في العمل الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية والتنشيط الاجتماعي. ف يعني المعهد الوطني للعمل الاجتماعي اللي هو تابع لوزارة التضامن والإدمان الاجتماعي والأسرة، هو واحد المؤسسة ديال التكوين العالي في العمل الاجتماعي، تكوين ذو جودة عالية. الدليل هو ان عدد من الشركاء اليوم يعني طلبوا منا باش يشغلوا هاد الخريجين، اللي العدد جزء منهم اللي العدد ديالهم هاد السنه هو 105. فاحنا فخورون جدا بان المعهد الوطني للعمل الاجتماعي تيساهم يعني ايضا عن طريق الخريجين في مواكبه الاوراش الكبرى ديال بلادنا كورشه الحمايه الاجتماعيه، اللي كيحتاج واحد العدد كبير ديال المساعدات الاجتماعيين والمساعدين الاجتماعيين والعاملين الاجتماعيين بصفه عامه. هذا الورش الملكي اللي اطلقه صاحب جلاله نصره الله في 2021، واللي هو يعتبر ثوره اجتماعيه فبلادنا يعني يضرب بها دابا المثل الحمد لله في افريقيا وفي الدول العربيه بهذا الورش الكبير. فاذا هذا واجب علينا جميعا ان يعني نخرط باش تكون هناك اطر اللي ممكن تواكب هذا الورش الكبير. ايضا هناك البرنامج الحكومي اللي اخذ يعني الشعار ديالو هو تعزيز ركائز الدوله الاجتماعيه، فاذا هذه كلها اوراش كتحتاج العاملين والعاملات الاجتماعيين. وهاد الطلبه اللي هما تخرجوا اليوم هما طلبه اللي عندهم واحد التكوين ذو جوده عاليه. طبعا العدد كيبقى قليل، لهذا حنا عقدنا شراكات ما بين وزاره التضامن والادمان الاجتماعي والاسره ووزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتنسيقيه في اطار اعلان مراكش 2020، باش يكون هناك واحد رفع العدد خاصه بمواكبه الطلبه ديال الكليات، دائما في تنسيق مع المعهد الوطني للعمل الاجتماعي كما قلت من اجل توفير الاطر للاوراش الكبرى تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله نصره الله. والسلام.